انطلاقا من حرص الدولة لتنمية إقليم الصعيد، تستهدف خطة التنمية للعام المالي الجديد 2019-2020 تصويب الاختلالات بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، لا سيما محافظات الصعيد والمناطق الريفية، وذلك بتوزيع الاستثمارات المحلية والمخصص لها نحو 10 مليارات جنيه في خطة العام. وفي هذا الصدد تستهدف خطة العام المالي الجديدة القرى في 7 محافظات بإقليم الصعيد، مع تخصيص استثمارات قدرها 7 مليارات جنيه لتلبية احتياجاتها من خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة وإتاحة فرص عمل للشباب. ولتحقيق ذلك تعمل هيئة تنمية الصعيد على وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة والتخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة. وتهدف الهيئة لتوفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات متناهية الصغر للشباب والمشروعات الحرفية والتجارية التي تلبي الاحتياجات ذات الأولوية بالقرى المستهدفة في كل محافظة. ولتشجيع الاستثمار خصصت الحكومة الأراضي الصناعية للمستثمرين بدون مقابل بهدف إحداث طفرة صناعية في صعيد مصر. وفي ذات السياق أكد خبراء اقتصاديون أن الاهتمام بالاستثمار والتنمية وشبكة الطرق بمدن الصعيد سيسهم في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية. وأشاروا إلى أن قانوني الاستثمار والمناطق الحرة أعطوا مزايا للمستثمرين للتوجه للصعيد، حيث تعمل الدولة على توفير كل الخدمات اللازمة لتنمية الصعيد وجذب المزيد من المستثمرين وتوطين الشباب. كما أكد خبراء الاقتصاد والاستثمار أن منطقة الصعيد لديها إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزا للصناعات والمشروعات الزراعية لما تمتلكه من مقومات وموارد خام تجعل منها أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي في مصر. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، الحوار الثاني في من القاهرة. تصويب الاختلالات بين الأقاليم والمحافظات في خطة العام المالي الجديد 2019-2020، ده عنوان رئيس بيقدمه مجلس الوزراء في الموازنة الجديدة لمجلس النواب للتصديق على الموازنة الجديدة. برحب مع حضراتكم بضيفي في هذا الحوار الأستاذ مصباح عطب الخبير الاقتصادي. أستاذ مصباح منورني، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أولا العنوان الرئيسي يعني إيه تصويب الاختلالات بين الأقاليم والمحافظات في خطة العام المالي الجديد؟ احنا عندنا خط يعني مستمر الحقيقة منذ سنوات طويلة بيقول انه الاستثمارات التي توجه للصعيد اقل بكثير من التي توجه الى القاهرة والوجه البحري اذا اخذنا في الاعتبار عدد السكان. وبالتالي المعنى الاساسي لكلمة تصويب هو ده، ان يبقى فيه توازن وفي نفس الوقت تعوض الايه التأخر التاريخي ده. يعني انت مطلوب منك حاجتين الحقيقة، ان انت يعني بتعمل حاجه جديده وعايز تعوض المتراكم من بطاله ونقص بقى في الخدمات الاساسيه وكذا. يعني انا هنا لما بتكلم على الاستثمارات بتكلم على الفلوس اللي موضوعه في الموازنه لكل محافظه، لرصف الطرق، لاقامه مستشفيات، لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين. يعني هو ده المقصود بالاستثمارات صحيح. الحكوميه وصرف صحي وكذا يعني. طيب الموازنه الجديده بتقول حوالي 7 مليار جنيه ل7 محافظات في الصعيد لتنميه محافظات الصعيد. في تقديرك انت واحنا بنتكلم على موازنه جديده ما يجب ان يكون في هذا الاطار، يعني ازاي كمان يتم توزيع ال7 مليار على المحافظات المختلفه؟ نبتدي منين يعني؟ هو يعني ال7 مليار برضه عشان الناس تبقى فاهمه ما هواش المبلغ الوحيد الموجه لهذه المحافظات. هو يعني عشان في برنامج قومي لتنميه الصعيد من 14 و15 تم اطلاقه يعني والمفروض انه شغال، فال7 مليار يعني تقدر تقول انفاق اضافي بالاضافه الى ما هو كان مستمر وهيستمر من مخصصات. سواء كانت برامج في قطاعات مختلفة يعني. بيتوازى معاه لأنه الاثنين على فكرة حزمة واحدة، هو وجود 500 مليون دولار من البنك الدولي عشان تنمية محافظتي قنا وسوهاج على وجه الخصوص. فأقصد أقول 7 مليار في نفسه مبلغ مش كبير أوي.
الوزير هاني هذا الله يمسيه بالخير كان بيقول لك الواحد بيفك المليار وما بيقعدش دلوقتي ساعه ونص ساعتين. فاذا حسبنا ان في 850 مليار جنيه اجمالي انفاق عام، فانت بتصرف في اليوم الواحد يعني حوالي 3 مليار يوم العمل يعني. ف7 مليار ليست بالمبلغ الكبير، لكن عشان كده انا بحب انه الحقيقه طبعا لسه المناقشات شغاله سواء في لجنه الخطه والموازنه او اللجان الفرعيه شغاله في مناقشه الموازنه الجديده. احب يبقى التركيز على زي ما بيقولوا مستهدفات محدده، يعني ايه اذا كان في معدل بطاله في هذا مثلا في المنطقه الفلانيه المحافظه الفلانيه كذا فبنستهدف خفضه الى كذا. اذا فرص العمل الجديده كان في 100,000 السنه اللي فاتت يبقى هنرفعها الى كذا. مستوى الدخل اللي موجود كان كذا هنخليه كذا، افضل كتير عندي من الارقام المطلقه اللي هي ايه هنصرف 10 مليار او 15 ما بقاش عارف طب ما الذي سيترتب على ذلك يعني. بالظبط. طيب الحقيقه منذ فتره تم انشاء هيئه تنميه الصعيد وكلفت بمهام محدده للقيام بها، راي حضرتك في التجربه في قرار الانشاء في دور الهيئه بشكل او باخر، خاصة الحياة كان منوط بها معالجة مشاكل البطالة، التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعرف عن قرب على آفاق التنمية وصورة التنمية والمشروعات الأولى بالرعاية في الصعيد. هو يعني أنا يمكن يعني ما بحبش إن إحنا نعمل كيانات جديدة كتير إلا لما يبقى في ضرورة ملحة، ويمكن في أكتر من مرة أقول إنه كان في شركة تنمية الصعيد وكانت كيان يستطيع القيام بالكثير من المهام، لكن أما وقد كامت الهيئة طبعا هيبقى عندها صلاحيات أوسع، عندها منظور أوسع، نطاق تغطية جغرافي برضو أوسع، فما فيش مشكلة في أنه الكيان يقوم بهذه المهمة. لكن الحقيقة أن كل ما أرجوه هو أنه يبقى في تنسيق عالي جدا ما بين الأطراف المختلفة اللي شغالة على التنمية في الصعيد، لأنه هتلاقي أكتر من برنامج وأكتر من جهة، فهو اللي يعمل التنسيق ده المفترض الهيئة نفسها هي تكون المنسق الاول، فهل لديها هذه القدره؟ انا بتمنى يعني. والناحيه الثانيه الحقيقه انه احنا بنتكلم على انه مهم لمصر كلها ان يبقى فيه خريطه استثمار واضحه. هذا الطلب اكثر ما يكون الحاحا بالنسبه للصعيد، ويمكن انا حابب من تجارب شخصيه اقول للساده القائمين على امر هيئه تنميه الصعيد انه من الواضح لكل ذي عينان، لو انت رحت في اي قريه في الصعيد، وانا شفت قريه مثلا في معمل البان الفتاه الجامعيه خريجه الجامعه بتاخد 400 جنيه في الشهر، بتشتغل من 8:30 للساعه 1، ايه المشكله؟ لو زودتها شويه مش هتقدر تصرف المنتجات لان التكاليف هتزيد، لان الجمهور نفسه قدراته الماليه محدوده. وبرضه شفت ده في قريه تانية كنا في قنا فيها حضانات بتاخد 450 جنيه، حتى يعني مبلغ تقريبا. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام قريب يعني. اكيد ده حاجه زي كانه تكافل وكرامه، انا بتكلم بقول لك عن خريجه جامعيه. وبتشتغل. وبتشتغل. يعني بتشتغل مش بتاخد كده. يبقى يعني. اذا ايه المشكله؟ المشكله انه لابد من زياده ثروه الاقليم بحاجه تيجي من بره. يعني لو دورت الموارد دي على الموجودين، مفضل الحضانه برضه ليه مش كانش قادر يديها اكتر مع انه مدرك ان ده اجر قليل، لانه لو رفع مش هيقدر يرفع الاجر على الاسر اللي هي بتجيب اولادها في الحضانه. المدخلات والمخرجات واحده يعني. بقول لابد من تدفق لموارد من خارج المحافظات دي عشان يحصل تطور واضح في نوعية الحياة ومستويات الدخل والأجور، وبالتالي قدر من الرفاهية. ده ما بيحصلش إلا بأنك أنت تعمل صناعات ذات قدرة تنافسية وفيها قيمة مضافة وأقدر أصدرها سواء لأماكن أخرى في مصر زي أن أنا أودي الغردقة مثلا للمناطق السياحية أو أصدرها خارج البلاد. يعني ده الحاجة اللي تعمل فرق يعني. إنما لو كان الهدف فقط هو التشغيل في إطار تدوير الموارد القائمة مش هيحصل فرق كبير. عشان كده أنا بقول لابد التفكير يبقى في الحكاية دي مسألة جوهرية فيه يعني. طبعا في جزء من التدفقات بيجي من بره من خلال السياحة يمكن أكتر نشاط، وتحويلات الإيه الصعيدة اللي موجودين في خارج مصر، دول اللي إيه الحاجتين اللي مخلين الحياة يعني إيه يعني ماشية شوية. لكن الهيئة دورها إنها تقيم كل ما من شأنه إنه يعظم الثروة بتاعة أقاليم الصعيد المختلفة. الحقيقة في الفترة الأخيرة كان في محاور مختلفة لتوجه الدولة فيما يتعلق بتنمية الصعيد، وكان توجه الرئيس بشكل حقيقي في إقامة يعني شرايين الحياة المتعلقة بالطرق، فكر جديد فيما يتعلق بإقامة المناطق الصناعية المختلفة وأن تعطى للمستثمرين بالمكان. حق إلى أي مدى بتشوف أن الرؤية متكاملة حتى من جانب الأجهزة التنفيذية التي تتابع هذه الرؤية؟ هو يعني يمكن أنا كان حوار كده قريب مع السيد النائب
وكيل لجنة الخطة والموازنة، هو من سوهاج بيقول ان احنا يعني ايه ما فيش حاجة عملية لسه اتعملت في اطار الرؤية، واضحة جدا والمطلوب واضح جدا، وبقت الاجهزة والادوات والتمويل حتى موجود، لكن لسه التنفيذ على الارض لسه بطيء. وبالتالي انا بتمنى الحقيقة في خلال هذه الفترة افضل ما يمكن عمله هو انك انت مثلا مع حاجة زي بصيرة او المركز القومي للبحوث الاجتماعية تعمل بحوث مسوح سريعة على ما الذي يريده الناس وما الذي يستطيع ان يقدموه في الصعيد. يمكن هيكون مفيد جدا الحقيقه، لانه احيانا بنتخيل ان اقامه مثلا المشروع الفلاني بقى هيشغل، لكن تعمله والناس مش عايزه تشتغل فيه، ولدي اسبابها، مش انها يعني الناس مش عايزه تشتغل بقى انه نوع من التعالي على العمل ولا قله ايمان بالعمل، لا بالتاكيد كل واحد عايز يطور ويغير في حياته يعني. فدي مساله مهمه جدا، وفي نفس الوقت انا بعتقد انه احنا في من التفكير القومي اللي موجود فيما يتعلق او المشروع القومي بيتكلم على اقامه مجمعات صناعيه متكامله. هي كلمه متكامله دي غايه في الاهميه الحقيقه، انه حاجه مع حاجه مع حاجه صحيح. ويطلع منتج بقى يعني زي ما قلت فيه قيمه مضافه اعلى، يقدر يعني ايه يزود ثروه الاقليم بالمفهوم اللي اتكلمناه. طبعا لا يمنع هذا الحقيقه عشان ما بقاش برضو متجني على المتطلبات الواقعيه، احنا بنقول هنعمل 200 مصنع صغير في كل محافظه، ان هو ايه انك انت المشاريع اللي بتتعمل للتشغيل برضو ده مش وحش، انك تمتص جزء من البطالة الكبيرة اللي موجودة في يعني ليس سيئاً الحقيقة، لكن زي ما قلت ما بيعملش نقلة في مستوى الحياة، وبالتالي يعني عدم الرضا يظل قائماً، والبحث بقى ان انا اروح امسك قارب من ليبيا واطلع او اجي القاهرة او اروح، لا احنا عايزين الناس فعلاً تعيش في مستوى جيد داخل الاقاليم والريف والقرى اللي هي موجودة فيه. طيب يا فندم، الحقيقة المشاكل كتير، ولكن في تقديرك أنت مجالات التنمية التي يجب التركيز عليها، يعني وإحنا بنتكلم هل نزود الخدمات المتعلقة بقطاع التعليم، توفير فرص العمل، الصحة، رصف الطرق، يعني في توجه حضرتك من أين تكون البداية فيما يتعلق بأفاق التنمية الحقيقية في هذه المحافظات التي حرمت لسنوات من تنمية يعني متكافئة مع المحافظات المختلفة؟ والله أنا فاكر يعني في إذاعة الشباب من سنين طويلة الحقيقة، يعني كانوا عاملين لقاء مع فتاة كده في حي شعبي، والآخر يقول لها طب أنت إيه اللي تطلبيه من الدنيا؟ قالت لك كل حاجة. يعني إيه بالتحديد تقول لك كل حاجة؟ فأقصد أقول هي كل حاجة مهمة في الصعيد وحتى في غير الصعيد، لكن سعر صناعة الأولويات، عشان كده حتى كنت بقول لحضرتك دلوقتي من شوية على المسوح، موضوع مهم جدا. أنا بعتقد إنه المحرك الأول للنهضة في الصعيد هو انك تعمل مدارس عامه على ارفع مستوى ممكن. انت عارف الداء اللعين اللي احنا بنسميه المدارس الدوليه ده، او انا من وجهه نظري جايز ناس تانية شايف انه حاجه مهمه، انا بعتبر انه يعني بايه عمليه تغريب بني هلال يعني، لكن المهم انك تعمل مدارس بالمستوى ده ومدارس عامه. انا وسيب الباقي بقى، انا متهيالي الصعايده نفسهم هيطلعوا بافكار وحركه اكتر بكتير جدا مما نتخيل. الذكاء موجود والطاقة والرغبة في يعني تغيير نوعية الحياة، والصعيد على فكرة برضو يحبوا التفاخر والتباهي بما يملكون والبيوت اللي بيعملوها والمناظر الكبيرة ومش عارف الاستقبال ايه وضيافات ايه، فيعني هذا الطموح الاجتماعي موجود بالفعل صحيح. لكن انا بعتقد انه اهم محرك ليه هو موضوع التعليم، معاه بقى ايه انك انت عشان تعمل زي ما قلنا قيمة مضافة تيجي من بره لازم بنية تحتية جيدة، عشان لو اتعمل استثمارات او الناس تقدر تتحرك او السلع والخدمات تقدر تتحرك بيسر التكاليف معقوله وتطلع حتى خارج اقاليم الصعيد، دي اولويه تانية يعني. الحاجه الثالثه هي نوعيه الصناعات اللي انا اعملها هناك. انا بقول زي ما قلت في حاجات تشغيليه مقبول ان انا اعمل مصنع ملابس، يمكن انا زرت برضه هناك مصنع ملابس اتعمل يمكن الاول يعني كنت مستوعب في هنا، لكن من المقبول ان يبقى في مثل هذه المشاريع، لكن معاها زي ما قلت صناعات متكامله بتخلق قيمه مضافه عاليه عشان تعمل فرق في الحياه. دول يمكن الثلاث حاجات الاساسيه للواحد، لكن انا بحب انبه لنقطه برضه الحقيقه مهمه، يعني 82% من الانفاق الموجه لتكافل وكرامه بيروح للصعيد، ويمكن برضو تقريبا 80% من الانفاق على التغذية المدرسية بيروح الى الاطفال اللي موجودين في مدارس في الصعيد. يعني انا صدقول ايه انت بتسكن نيران موجودة بتحاول تطفيها، لانه في احتياج شديد جدا لحاجات اساسية للغاية في الحياة، لكن عينك طول الوقت على الهدف الابعد هو انك تغير نوعية الحياة في هذا الجزء العزيز من مصر.
الحقيقة حضرتك قلت كده مصطلح يعني أنا محتاج أتوقف أمامه، اللي هي فكرة صناعة الأولويات. نعم، دي صناعة أكيد، يعني العالم كله بيشتغل في كده، لما بيواجه أزمة سواء كانت أزمة اقتصادية أو في ترتيب أولويات المشروعات المختلفة. نعم، في كل القطاعات المختلفة، بالذات لما يبقى شين عزيز، يعني أقصد أقول إيه، يعني عشان كده هي صناعة، لأنك محتاج تسأل المواطنين اللي موجودين، ومحتاج تسأل بيوت خبرة، ومحتاج تسأل سياسيين وحزبيين، وحتى أنا في اعتقادي محتاج تسأل فنانين من الإقليم وخارج الإقليم، عشان يبقى عندهم تصور، عندهم خيال يعني جديد مختلف يخليك تعمل حاجات، وبالتالي بقى تشوف مواردك اللي موجودة إيه وسلسلة الاحتياجات الموجودة، وتقدر تقول لا أنا حنشن هنا وهنا وهنا عشان أحقق أعلى مردود بالنفقة اللي موجودة في إيدي يعني. نعم. طيب أنا عايز أتكلم كمان مع حضرتك، إذا كنا بنتكلم على الدور الرسمي للدولة، وإن الدولة بتقول إنها خصصت 7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة أو خطة التنمية للعام المالي الجديد. نعم. لتنمية 7 محافظات في الصعيد، يعني بتدي كده قبلة حياة بشكل مختلف وبشكل. نعم. أقوى. نعم. أنا عايز أتكلم على الدور غير الرسمي، اللي هو دور مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بمبادرات التنمية، وكمان المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في قطاعات ومحافظات الصعيد المختلفة. أنا سمعت عن تجربة دندرة، ويعني قبيلة، يعني قبيلة موجودة هناك كبيرة، وعميد القبيلة كان عاش في الخارج قبل كده وعامل، بس أنا الحقيقة ما شفتهاش، يمكن الأستاذ عبد اللطيف المناوي كتب في المصري اليوم أكتر من مرة عن الحكاية دي. فأقصد أقول أيضا هناك فرصة واسعة جدا لإثارة حمية أهل الصعيد الموجودين سواء في القاهرة أو اسكندرية أو اللي موجودين خارج البلاد انهم يعملوا. لكن انا بقول عشان شفت انا تجربه احدى مؤسسات المجتمع المدني اللي شغاله مع البرنامج المائي للامم المتحده والبنك الدولي واطراف حتى مصريه وتعاون هولندي وياباني والى اخره، شغاله موجوده هناك، عمليات تخصيص الارض واعطاء الرخص بتاع المشاريع، يعني ما رخص النشاط وكذا، فعلا بتستغرق وقت ومرهقه للغايه. فواحده من الحاجات المهمه عشان تخلي المجتمع المدني هو تيسير يعني إقامة المشروعات المختلفة سواء خدمية أو إنتاجية في الصعيد. لكن ظني أن في طاقة كامنة قوية جدا فيما يتعلق بقدرة المجتمع المدني على أنه يعمل فرق في الصعيد، وبالتالي يبقى هو طبعا بيكمل مع الدولة. أنا يعني من المهم تماما أن يبقى في تنسيق أيضا في الجهود بين الاثنين، يعني عشان مش كل واحد يغرد في اتجاه يعني. لكن دي مسألة لسه في مسافة طويلة جدا يجب علينا ان احنا نشتغل عليها، لان انا لاحظت انه في عدد من ناحية العدد عدد جمعيات تنموية كبيرة وشغالة يمكن مع الجهاز المشروعات الصغيرة المتوسطة، لكن على الارض الاثر محدود. وانا شفت يمكن قرى كتير جدا بقى من الوادي الجديد لهنا وسوهاج والأقصر ويمكن نسبيا اسوان، لسه الاثر بتاع الايه ويمكن في مثلا عدد كبير من الناس المشروعات بيهتم بقى بعملية الحج والعمرة، لا بأس ده نشاط الناس يعني مهتمة بيه، لكن الجمعيات التنموية الحقيقية التقيلة لسه عددها قليل في الصعيد. وواحد من الأسباب زي ما قلت لحضرتك إنه عملية تسهيل التراخيص المختلفة للمشروعات. أنا كمان عايز أتكلم مع حضرتك عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والدور المنوط به في تنمية يعني محافظات الصعيد بشكل أو بآخر. فكرة التنسيق، يعني دايما المشاكل ودايما انطباعات الناس لما بتتكلم على الناس بيقول لك رحت عشان اعمل مشروع فقابلت مشكله في البنك فرحت للجهاز، يعني بتجد هناك تفرع شديد جدا. صحيح. في مشاكل الناس فيما يتعلق بالمشروعات الصغيره والمتوسطه. الآلية التي يجب أن تكون لدى مؤسسات الدولة المصرية فيما يتعلق بتنمية محافظات الصعيد، لو كنا بنتكلم على هيئة تنمية الصعيد، جهاز مشروعات الصغيرة والمتوسطة، إيه الدنيا تمشي إزاي؟ هو طبعا جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو آخر حلقة من حلقات تطور الصندوق الاجتماعي للتنمية اللي نشأ في أول برنامج الإصلاح الاقتصادي في سنة 90-91 مع كل من البنك وصندوق النادي الدولي، وكان هدفه في البداية هو أنه يلاقي طريقة للتعامل مع مشكلة الأعمال الفائضة، ثم تحول إلى صندوق تنموي يعني، وبقى له أنشطة مختلفة في كل المحافظات. أنا بعتقد الحقيقة لما بشوف الكلام ده من فترة طويلة، مش عشان ما أظلمش، أنا بالعكس أنا حاسس أنه في السنتين ثلاثة الأخيرة بأمانة في تطور أفضل في الاقتراب أكثر من الناس ومن احتياجاتهم وكيفية مساعدتهم في إقامة المشاريع وتمويلها وهكذا وتسويق والتسويق. لكن اللي كان كنت بشوفه طول الوقت في الأرقام اللي بتطلع عن الصندوق ما بحسهاش وأنا موجود في أي موقع من المواقع، يعني يمكن ده يتقال على حاجات كتير وبقوله يعني في وقت من الأوقات
كان برضه جمعيه رجال اعمال اسكندريه عندها الحقيقه نشاط جيد جدا في موضوع تمويل المشروعات الصغيره المتوسطه. بس مش عارف ليه انا طول الوقت رغم ان انا باثق تماما في الناس اللي يعني قايمه عليها، لكن وانا بمشي في اسكندريه برضه يعني اقول يا جماعه لو في 140 الف واحد مثلا يبقى المفروض ان الواحد كل اربع محلات يعني بالكثير لازم يلاقي واحد معمول ممول من، فببقى شويه يعني مش عارف هل في حاجه شكليه شويه في التمويل يعني ما يعني ولا في الواقع نفسه عطشان لحاجات كتير، وبالتالي مع مثل هذه العدد من الفرص ما احنا شايفينه قوي. لكن انا برضو بقول لهم في كل الحالات انه دورك هو ليس فقط انك انت تخلي المشروع اللي انت بتعمله يا جهاز هو بديل لتكافل وكرامة، يعني بمعنى نوع من ايجاد حد ادنى من الدخل يخلي الواحد بس على قيد الحياة بياكل ويشرب. دورك انك تفتح قدامه افاق، يعني صحيح ممكن اشتغل في البداية بألف جنيه والفين جنيه وثلاثة الاف جنيه، قال له بس تعرف على فكرة انت ممكن تبقى في كذا وفي كذا في خيارات في المستقبل لو عملت كده هتوصل لها. هو ده اهم وظيفة ممكن ان يقوم بها الجهاز، انه يفتح افق اوسع حتى هو بيمول او بيتفق مع عميل على مشروع صغير. يعني انطباعات الناس للتغيير والتطوير وارادتهم فيما يتعلق بمحافظات الصعيد نحو التنمية حضرتك بتشوفها ازاي؟ انا يعني بخاف طول الوقت، ويمكن الكلام ده الحقيقه يعني مع اختلاف الاجواء في 2010 كنت برضو بطلع في صباح الخير يا مصر كده من وقت للتاني، قلت ان انا حاسس كده انه الطريقه اللي احنا بندور بيها البلد دي بقت زي القفص الحديد اللي هو ده قوي على المجتمع والتطورات اللي حاصله فيه. فانا طول الوقت برضو بخاف ان احنا نبص للتنميه بطريقة غير للمواطنين شايفينها بيها. والناس كمان مش بس شايفة انه مصر بلد من الممكن انه يبقى في موقع متقدم يعني من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكن قدمت اكتر من شاهد على انه الناس تقدر تعمل كده. انت حتى تلاحظ مثلا في الثانوية العامة الاوائل اللي بيطلعوا في مدارس عامة وفي اماكن فقيرة جدا سواء في بحري او في ابلي، في مسابقات رياضية أو مسابقات فنية وثقافية أو مسابقات حتى زي ما بقول دايما في المتعلقة بالآي تي، بلاحظ أنه إبداع الناس اللي موجود في الصعيد بجد سابق. ويمكن مش عارف إذا كنت قلت لحضرتك في البرنامج قبل كده ولا لا، ذات مرة أنه المسؤول عن الشركة بتاعت التعهيد يعني مش عارف نقول اسمها ولا لا معناها تابع يعني شركة عامة لكن في النهاية بيقسم لي أنه لما فتحوا فرع في الصعيد لقوا الناس أكثر التزاما من أبناء القاهرة، يعني أكثر حرصا على المواعيد، أكثر حفاظا على الأصول، أكثر دواما في العمل اللي هم بيعملوه، مع أنه عمل يعني من نوع الأعمال يعني ما بعد الحداثة، يعني عمل مختلف شوية عن الأعمال الموجودة. فأقصد أقول، وأيضا قال لي يعني لي في الجلسة يمكن أحد وزراء هاني بيه محمود وزراء الاتصالات السابقين أنه كتير جدا من الشركات بيروح على هاوي في أسيوط ما يتفق مع شبان على حل مشاكل فنية معقدة فيما يتعلق بالبرمجيات وكذا. فأقصد أقول أنه الناس شايفة أنها تقدر تعمل حاجات كتير وأن بلدنا تقدر تعمل حاجات كتير، وبالتالي لو ما كانش الواقع بيواكب هذا هيبقى فيه مشكلة. تعظيم سلام لكل يعني إخواتنا في الصعيد، وبإذن الله يكون في مراحل متقدمة من العمل والتنمية خلال المرحلة القادمة بإذن الله. بشكرك جدا الأستاذ مصباح عقبة الخبير الاقتصادي، نورتني في هذا الحوار. شكرا جزيلا. بكذا مشاهدينا الكرام وصلنا مع حضراتكم لختام فقرات من القاهرة هذه الليلة. بكرة فريق عمل جديد وموضوعات جديدة، أما أنا فالتقي مع حضراتكم في الأسبوع القادم بإذن الله بعد قليل قراءة في أهم عناوين الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم. هيكون معاكم في هذه القراءة زميل أحمد نجيب. في أمان الله.